كنت متصاب زي ما حكيت لك بإجري وبإيدي، مسكوني من إيدي وإجري وبلشوا يضربوني عليهم محل الإصابات. كمان اللهم صل على سيدنا محمد، مسكوني اثنين من إجري واثنين من إيدي وصاروا يلوحوا فيي ويزتوني على بوز الجب. المرة الأولى زتوني بالهواء وقعت على الأرض، المرة الثانية زتوني وجيت على بوز الجب. بعد كل هالمعاملة وإطلاق النار والضغط والضرب سألوني عن اسمي، بعد ما أعطيتهم اسمي صورني وخلاني على البوز الجب وركبوا بالجب وصار الجب يكدم شوي ويرجع شوي، خلاني على البوز. والبوز طبعا كان حرارة عالية جدا لا تطاق ومحداش راح يستحملها، جسمي انسلخ منها انسلاخ كامل. فقعدت حوالي ربع ساعة وهو يكدم ويرجع بالجب لحد ما نزل فيي على الشارع الرئيسي، أخذني على منطقة موجود فيها كان ابن عمي المتصاوب وكان فيها جنود. فوصلت غاد اجى شد لي، نزل جندي شد لي على ايدي محل الاصابه وطلبوا من اسعاف الفلسطينيين نتيجه انكلني. انا كنت اتمنى اني اموت ولا يصير فيي هذا الاشي، اني خلص صرت اتمنى الموت لانه اللي صار فيي قتل وانا مية، يعني قتل وانا عايش، بقتلني وانا عايش قاعد. كانوا هم يضحكوا، هم يضربوا فيي كانوا يضحكوا ويسبوا علي.